ناشد اهالي منطقه الشهابي في قضاء الدجيل حكومه صلاح الدين الى متابعه وضعهم وايصال صوتهم الى وزاره الهجره والمهجرين بخصوص صرف منحه العوده وذلك لتمكينهم من ترميم دورهم المدمره جراء الارهاب تفاصيل اوفى في سياق تقرير الزميل فاضل الانصاري بعدما أطلقت وزارة الهجرة والمهجرين منحة المليون دينار للعوائل العائدة إلى مناطق سكناها لتشجيعها إلى العودة إلا أن هذه المنحة لم تصل إلى العشرات من العوائل المشمولة بقضاء دجيل بسبب الإجراءات الروتينية المعقدة المسؤولين الموجودين بالمحافظة ينظرون بقضية الناس اللي ما عندها كيكارت يعني أكثر النص العوائل بهجوم بيوتها ومخراب ودمار وما عندها كيكارت راجعت وهذا وما حصلت وهذا اللي عندك كيكارت هم ما حصل واحنا ناشد المسؤولين بالمحافظه والناشد الخيرين يلتفتون علينا بالنسبه للكهرباء مالتنا تعبانه كل شيء كل شيء هنا نطالب بمحافظ صلاح الدين يسهل امر النازح بمعامله المليون معاملة المليون صار بها تعقيدات إجراءات حل قوية فنريد محافظ صلاح الدين بلكي شوية يساعد النازح التعبان النازح رجع تعبان ممتلكات كلها رايحة بيوت مهدمة بيوت محترقه، وضع تعبان، منطقه منكوبه. اهالي الشهابي العائدين الى مناطقهم اكدون المبالغ الماليه المخصصه من قبل وزاره الهجره والمهجرين غير منسجمه مع الاضرار التي لحقت بهم جراء العمليات العسكريه التي شهدتها مناطقهم في حقبه داعش الارهابي والذين فقدوا من خلالها كل ما يملكون. للنازحين يعني اللي فقدوا اقل شيء عندهم فقدوه. ارضهم وقاحهم وبيوتهم ومنازلهم كل شيء فقدنا ما بقى رجعنا على الصفر يعني ايش راح يسوي لنا المليون بس اريد اعرف يعني شنو المليون يعني المليون يعني قال بحق الدوله يعني يعطونا مليون للنازحين شو يسوي بالمليون اني يعني؟ انا بيتي واقع للقاع المليون يسوي لي بيت ما يسوي لي بيت المليون فمناشدتنا الى رئيس الوزراء والى محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر نريد مناشدنا لكم يعني تراعونا يشوفونا حلول يعني احنا بيوتنا محطمه بساتيننا راحت حلالنا راح سياراتنا راحت يعني المليون ايش راح يسوي بس اللي اعرف يعني الهجره والمهاجرين من يعني ما يراعونا شويه والله يا اخي احنا جينا جينا لقينا لقينا بيوتنا محروقه وما عدنا شيء وحالين وين نروح هسه تنطيني مليون بالله هو المليون هو شو يسوي لي وتنطيني ما دلع على عيش بها منحة المليون لا تسمن من جوع ولا تغني عن فقر هذا لسان حال النازحين العائدين إلى منطقة الشهابي لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل الأنصاري قضاء دجيل